بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، المشاهدين والمشاهدات، أعضاء الديوانيات ومواقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في يوم متجدد من شهر رمضان المبارك لعام 1437 من الهجرة، ويسرني ويسعدني أن أطرح على مسامعكم أسئلة مسابقة الديوانيات الكبرى في هذا الشهر الفضيل. وإليكم السؤال 15 من هذه المسابقة. يقول السؤال: عدد أهم 7 مدن سياحية في المملكة العربية السعودية يقصدها السياح بهدف السياحة. عدد أهم 7 مدن سياحية في المملكة العربية السعودية يقصدها السياح بهدف السياحة. أرجو الإجابة على هذا السؤال عبر الديوانيات أو عبر شبكتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر. مع أطيب الأمان لكم بالتوفيق والسداد، وأراكم في يوم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم ناصر الفرحان.